إحنا رح نبقى مع الجوائز ورح نبقى مع الإنجازات. إذا كان قائد البلاد هو شخصية مميزة ومستلم هذه الجائزة، فما بالكم عن شبابنا وشاباتنا إذ يقتدوا بهذا المثل الأعلى لهم. رح نتحدث اليوم أيضا عن ريادية حاصلة على جائزة مميزة جدا تم تكريمها في قصر الأمم المتحدة في جنيف، وعم نحكي عن جائزة المرأة في ريادة الأعمال، جائزة الأمبرتك 2018 بحضور شخصيات عالمية. بتنضم لنا لما شعشاعة، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. أهلا. يعني لما مبدئيا ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك. وإحنا اليوم يعني مبلشين حلقتنا بإنجاز عظيم لسيد البلاد، فحبينا نكمل بهذه الإنجازات وإنجازات رياديات للأعمال. خلينا نحكي لما عن الجائزة اللي استلمتيها بجنيف. شرف كبير لي أنه بعد ما بنعلن عن جائزة جلالة الملك إنكم تتحدثوا عن هذه الجائزة. شكرا كثير. هذه الجائزة هي أكثر من ما إنها تكون تشريف فهي تكليف، لأنه كريادية أعمال وكممثلة عن العديد من السيدات في هذا المجتمع في هذا الوطن بتحمل مسؤولية كبيرة بعد هيك جائزة بأنه إحنا نواصل ونكمل ويكون التغيير الإيجابي في مجتمعنا متعمق أكثر وياخذ نتائج أعلى إن شاء الله. طيب خلينا نحكي لما عن إنجازك كونك ريادية أعمال، إيش هو الإنجاز اللي قمت فيه واللي كرموك أو استلمت الجائزة بجنيف؟ بحب أبدأ أول إشي في المشوار تبعي. أنا بديت كأم عادية واعتيادية مثل أي أم. بحب أنه يعني أبحث من خلال أني أوضع أولادي في نشاطات متعددة عن ما ممكن أن تكون موهبتهم أو خيط يدلني على كيف ممكن أنه أنا أساعد هدول يعني كأطفالي بأنهم يتميزوا. وهيك بدأ المشوار. وبعد محاولات عديدة في نشاطات مختلفة مثل أي أم حالي مثل أي أم أردنية، اكتشفت أن أولادي عندهم ميزة بأنهم بيقدروا يتفرجوا على المشاكل بشكل مختلف. ولكن كان سؤالي هل هم فقط أطفالي ولا أي طفل ممكن يتعرض لهذه النتيجة أو لهذا التجارب ممكن يكون عنده هذا الإشي. فكنا مجموعة أمهات في مدرسة أولادنا بالصف الأول والثاني نجتمع ونعمل تجارب عملية، ولكن هذا الإشي علق يعني في مراحل بنبطل نقدر نكمل بنفس الطريقة. فحطيت أولادي في نادي صيفي، ولكن كانت المفاجأة بأنه بعد ما بيعملوا ليفل 1 وليفل 2 أو يعني مستويين أو ثلاث بدهم يستنوا لمرحلة اللي بعد. عم نحكي على انتظار قد يكون عام أو عامين. يعني بس صار عم نحكي عن 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 تعاملهم مع المجتمع المحيط مع المشاكل ولا خلينا هي تحديدا في التعليم الرقمي والعلوم الروبوت والتكنولوجيا. فوقتها وضعت أولادي في خلال نادي الصيفي وتعلموا إلكترونيات وروبوت. شغلتين لفتوا انتباهي. أول إشي إنه إحنا لا شك إنه عنا إنجازات جيدة جدا بهذا المجال، ولكن تنحصر في عدد قليل في طلاب المدارس. ممكن يكون الفريق 5 إلى 10 طلاب. عدد الفرق المشاركة عادة في المسابقات الوطنية ما بتجاوز 55 إلى 60 فريق. وهذا الحكي يعني أنت عم تحكي على مجتمع كبير يحرم من هذه الفرصة إذا ما دخل على هذه الـ المسابقة. وقد يكون عندنا جميع عدد كبير من الطلاب هم يعني لديهم الرغبة ولديهم الأفكار الريادية، ولكن ما بيحب يكونوا في ضمن مسابقات. فإحنا بهالطريقة إحنا حرمنا مجموعة كتير كبيرة ما نعرف إيش ممكن يكون يطلعوا بحلول. أوكي. فهون بلش السؤال. أنا حظي جميل جدا إني تعرفت على مركز تطوير الأعمال. في مركز تطوير الأعمال اللي أنا تعلمته بأسبوع حقيقة، أنا حتى في رسالة الماجستير ما قدرت إني أكون عندي الجرأة بإني أفتح العمل الخاص فيي. تعلمت كتير أشياء، بس مركز تطوير الأعمال أعطاني دفعة قوية بإني أعرف عن نفسي أشياء كتير. وأنه كيف هي إمبرتك هي عبارة عن برنامج من الأمم المتحدة من أونكتاد. هذا البرنامج يعد الناس سواء رجال أو نساء لحتى يصبحوا رياديين أعمال من خلال صفات معينة تم دراستها على مدى سنوات طويلة. بس أنا لما يعني أنا عارفة أنه في كتير، بس بدي أعرف منك كيف قررتي تنقلي هاي الفكرة من أطفالك ومن أولادك لتحولي لمشروع ريادي؟ يعني أنا أظن أنا وأكيد المتابعين كمان حاسين نفس الإشي كمان، إنه بدنا نعرف كيف صارت هاي النقلة إنك قررتي تاخذي هذا. هلا هو لا شك إنه كان إنك أنت تتفرجي على المشكلة كفرصة لأنك تحوليها لعمل. هذا شغلة إحنا بنحب كل الرياديين يعملوها. فأنا كنت أتفرج على نظام التعليم وقادرة أميز إنه هذا لا يكفي.
وما بيطلع بالشيء اللي بدنا اياه لطلابنا، هو غير كافي. هو لا شك انه بيئه امنه للتعلم وبرامج جيده ولغات وكل هذا الكلام، ولكن احنا بعالم رقمي نحتاج الى شيء مختلف، نتيجه مختلفه. فبالتالي خليني اقول تفرجت على المشكله كفرصه لتطوير قطاع التعليم بهذا الاتجاه، وخرجنا بمناهج. هذه المناهج يعني تعتمد على انه علم الطلاب من خلال العلوم الرياضيات والتكنولوجيا من عمر الصف الاول لحد الصف العاشر، وخلال الجائزه تم عرض مجموعه من مشاريع طلابنا. 19 طالب وطالبه من طلابنا عرضوا مشاريعهم في ساحات الامم المتحده، 2 منهم كانوا على نفس الحفل حتى في لهم فيديو. يعني عم نحكي على افكار ابداعيه كانت عم بتنافس افكار، يعني هذه كانت تشالنج لكل الطلاب او تحدي لكل الطلاب في العالم، ومع هيك تم اختيار 8 مشاريع من 19 طالب اردني. هذا اقتداء كثير كبير بجلاله سيدنا، واقتداء كبير بانه احنا فعلا بالرغم من انه يعني خلينا نقول قله الموارد اللي موجوده، الا انه نحن اصحاب فكر، احنا الموارد البشريه تاعتنا وشبابنا ومثلك لما ومثل الطلاب اللي عم تحكي عنهم، انتم من يقتدى به للاجيال القادمه ايضا. احنا الان الاردن خلينا نحكي عليه ضغوطات عديده، ولكن هي جلاله سيدنا يستلم جائزه تمبلتون، ومن بعدها عم نشوف شبابنا عم بيمثل الاردن بافضل صوره وبارقى صوره في ظل ظروف صعبه عم نمرق فيها. فيعني اذا دل على شيء دل قديش الواحد اللي عنده عزيمه واصرار بيقدر يعمل اي شيء. هو احنا استثمارنا في الانسان هذا اهم استثمار. اليوم حتى في قطاع التعليم ومع متابعتنا للتحديات الموجوده، يجب ان يكون الاستثمار في الطلاب وليس الاستثمار في المدارس، لانه اليوم التعليم الرقمي قد يتيح فرص كثير اعلى لطلابنا بانهم يخرجوا بشركات قد تكون ذا نكست فيسبوك او يعني صحيح. وهذا اللي احنا بنحتاجه في دولتنا اليوم، بنحتاج ل خلينا نقول افكار جديده واقتصادنا يقوى من خلال هذه الفرص اللي ممكن تتاح لطلابنا. فالاستثمار في طلابنا هو الاول والاخير وهو اهم شيء ممكن نعمله اليوم. طب لما خلينا نحكي يعني كونك رياديه اعمال، اكيد دائما كل امراه بضلها تفكر بتقول طب انا زوجي بيتي عيلتي طبعاً. يعني دائما هاي مسؤوليه كبيره بحس، ودائما بحس المراه لما تكون محطوطه بهذا الموقف يعني صعب عليها كثير تقدر يعني توائم خلينا نحكي بين هون وهون. فديش كان صعب عليك وقد كان فيه تحدي؟ اكيد في صعوبات، ويعني مش رح احكي للسيدات انه هي الحياه ورديه وما في اي ضغوطات، ولكن انا من الاشخاص المحظوظين باني انتمي لعائله مهتمه جدا بالعلم، سواء عائلتي انا او عائله زوجي. يعني هن اصلا سابقيني بمراحل، هم بروفيسورات وبالناحيه التعليم، فانا اقتدي بهم. بالعكس انا كنت اشعر بكثير من الاحيان بالخجل بانهم هم بيواصلوا العمل ليل بنهار وانجازات عظيمه. فانا بالنسبه لي في بيئه لا شك انها احتضنتني اني انا اعمل هذا الشيء واقدر احققه. زوجي انسان جدا مثقف ومتعلم، وبالعكس يعني هو داعم للفكر بانه احنا بنحتاج تعليم اكثر ما نحتاج اليه اليوم هو تطوير قطاع التعليم. صح. ولكن الموازنه ما بين البيت والعمل مش شيء سهل. لا شك انه احنا كسيدات بنحتاج من انه الله يخلينا اياهم امهاتنا وام زوجي، ووقفتهم معي ما بتنتسى يعني ابدا. وهذا الشيء اللي احنا لازم نطلب اليوم، انه احنا بنحتاج دعم من المجتمع للمراه. صح. لحتى تقدر تقوم بهذه الواجبات، انه نوهم نفسنا انه انا المراه الحديديه حقيقه لا، يعني لولا انا يعني زوجي واهله واخواته يعني هم بصراحه سبب اساسي ورئيسي بكثير من الانجازات اللي عم بتصير. واحنا للاسف يعني بالاردن السيدات اللي موجودين في قطاع العمل هم قلائل، على الرغم من انه متعلمات، ولكن بالنهايه ناخذ الشهاده وبنقعد بالبيت. هو الخوف من التقصير، الخوف من التقصير مش شيء ابدا سهل. ولازم احكي انه متابعه الاطفال وتدريسهم ومتابعتهم يعني مش شيء ابدا بسيط ولا سهل، وتحدي كثير كبير. ولذلك لازم ان نوجد منظومه تعين المراه، لانه احنا بنحكي اليوم اذا كان سيدات يعني خلينا نقول التحقوا في سوق العمل، فاحنا اقتصادنا رح يتحسن بنسبه 45%. طبعا ارقام مخيفه، والسيدات اثبتوا ايضا نجاحهم بسوق العمل بشكل كبير وقدرتهم 100%. على تقبل الضغوطات. لما شعشعة سعيدين جدا بوجودك معنا. شكرا. رفعتي راس الاردن، والف مبروك لك ولطلابنا ولشبابنا ايضا على هذا الانجاز المميز جدا. نتمنى ان تكوني مثال يقتدى به طبعا للنساء اللي عم بتابعونا والسيدات اللي عم بتابعونا. شكرا. فالف الف مبروك لك. الله يبارك فيكم.